أخواننا الكرام، في شيء دقيق، هناك شرك جلي. من يعبد بوذا هذا شرك جلي مثلاً، أما في بلادنا الإسلامية شرك جلي ما في، فضل الله عز وجل، بس عندنا شرك خفي. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، هي انتهت، ولكن شهوة خفية أعمال لغير الله. في أمثلة دقيقة جداً، واحد بأيام الشتاء جالس مع أهله، مع زوجته وأولاده، طرق الباب، جاءت صديقة زوجته، غرفة الضيوف باردة، قال لهم تعوا لعنا، هون أطفالكم، فقط أطفالهم. من يعلم الحقيقة؟ حاب يشوف صديقة زوجته شو وضعه. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما أسررت ويعلم ما خفي عنك، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون، ما كان وما يكون وما سيكون، الرابعة دقيقة، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون.